أنا شاب أطلب العلم، ونصحني بعض الإخوة بطلب العلم عن طريق الحاسب الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يوجد لدي بعض المخاوف تتمثل فيما يأتي. أشعر بأنني لا أسلك الطريق المنهجي في هذه الوسائل، تعرض علي بعض التساؤلات والشبهات ولا أجد من يكشفها لي، أشعر بأنني أضيع الوقت فيها. هذا يختلف بحال هذا الشخص. أما أولاً فإن الأصل في طلب العلم التلقي عن أهله مباشرة بالملازمة لهم والجلوس والسماع منهم، وهذا أمر لا يتمكن منه كل شخص أو لا يتمكن منه في كل وقت، قد يتمكن في بعض دون في وقت دون وقت. فليتق الله عز وجل ما استطاع، وليجعل لنفسه حظا من مجالسة أهل العلم والقرب منهم وأخذ العلم عنهم والتأدب بآدابهم. وما لم يتيسر له من ذلك فليأخذه من خلال وسائل الحديثة، وهذه الوسائل الحديثة حفظت علوما كثيرة. وإذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، فإنه في زماننا هذا نقول يموت العالم ويبقى صوته، فكثير من العلماء قد ماتوا لكن أصواتهم التي تحمل علوما موجودة. فتسمع الآن في دروس علمية للشيخ ابن باز رحمة الله عليه بصوته وغيره من أهل العلم، تسمع الدروس التي كان يلقيها والشروحات التي كان يلقيها تسمعها بصوته. وما من شك أن من يسمع الدروس العلمية لهؤلاء الأكابر لن يعرض له ما ذكره السائل من شبه أو نحو ذلك، لأن علومهم علوم صحيحة وعلوم راسخة وكلامهم كلام محقق. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا يسر الله لهذا السائل سماعا مستمرا لهؤلاء الأكابر، من مات منهم ومن هو حي، والاستفادة من علومهم، فإنه سيحصل بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. لكن لا يكتفي بذلك، بل عليه أن يحرص على الملازمة لأهل العلم بالجلوس إليهم والسماع منهم مباشرة والقرب منهم والاستفادة من أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم، ويجتهد من ذلك أو في الإتيان من ذلك بما استطاع إليه، والتوفيق بيد الله.